الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول في تكملة أول فصل: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السراج يحكي عن يوسف بن الحسين قال: قام رجل بين يدي ذي النون المصري. ذي النون المصري توفي سنة 245 هجري، يعني كان في القرن الثالث الهجري. بعث صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير الخلق في خير القرون، فشرف به الزمان والمكان صلى الله عليه وسلم. لما بعث صلى الله عليه وسلم بعث في أشرف زمان، لم يكن الزمان شريفا إلا ببعثته، فشرف الزمان به، فكان خير القرون هو قرن النبي. كما انه بعث في اشرف الاماكن وهي مكة، فلم يرد له الله سبحانه وتعالى ان يستمر فيها حتى لا يظن ظان انه تشرف بالمكان، فامره بالهجرة الى مكان كان يأبى الناس ان تمكث فيه. كانت يثرب الناس تأبى ان تمكث فيها، كان مكان فيه اوبئة. فتحول هذا المكان بعد ذلك الى طيبة وطابة وطيبة بحلوله فيه، فشرف بحلوله فيه حتى يبين انه شرف الزمان به وشرف المكان به. فحرمت يثرب كما حرمت مكة بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم. وده يمكن من ضمن الاسرار اللي ربنا اراد ان يهاجر النبي ولم يستمر الاسلام في مكة مستمرا، لان لو استمر في مكة الى الاخر لظن الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم استمد شرفه من المكان، ولكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان شرف الزمان والمكان بوجود النبي فيهما، فهو لا يشرف باحد، بل كل شيء يشرف به صلى الله عليه وسلم. وعشان كده كان سيدنا ذي النون المصري كان في القرون الاولى اللي هي اشرف القرون. فقال: اخبرني عن التوحيد. بيسأله: اخبرني عن التوحيد ما هو؟ فقال: هو ان تعلم قدرة الله تعالى في الاشياء بلا مزاج. يعني اما بلا مزاج اي امتزاج فلا يحل في الاشياء سبحانه، او بلا مزاج يعني بلا غرض بلا علة سبحانه وتعالى. اما بلا مزاج يعني بلا امتزاج، او بلا مزاج يعني بلا هوى او بلا علة. وان الاشياء لم تحدث الا بتعلق القدرة بها وتوجه الارادة الى القدرة فخصصتها فكانت، بلا معالجة. بلا معالجة يعني لم يعالج، لم يتعاناول اسباب، بل كان قال لها كن فيكون. فلا طبع ولا علة، فلا الاشياء فاعلة بطبيعتها، ولا هناك علة لوجودها حتى يصير خالقا بظهورها، بل هو خالق حتى قبل ان يخلق سبحانه، خلافا لمن ادعى قدم الاكوان لقدم الصفات، وقالوا ان الصفات لها تعلقات تنجيزية مستمرة، لان العلاقة بين الصفة وموصوفها علاقة علة ومعلول عند الفلاسفة، فلا انفكاك بينهم، فقالوا بقدم الاكوان.
لان قالوا العلة، بالعلة عند الفلاسفة هي التي لا تنفك، ولكن الله سبحانه وتعالى علاقته بالاكوان علاقة اختيار، يخلق ما يشاء ويختار. فرد الله سبحانه وتعالى على الفلاسفة الذين قالوا بالعلة بقوله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فالعلاقة بينه وبين الاشياء علاقة اختيار حيثما اراد، والارادة صفة تخصيص، والقدرة صفة فعل تأثير، يعني هو الفعل والتأثير واحد، فالقدرة صفة تأثير وفعل متعلقة بالممكن، والإرادة صفة تخصيص لهذه القدرة، فتخصص الإرادة القدرة فيأتي الأشياء على وفق العلم القديم. فكل صفات الله عاملة في أن واحد سبحانه وتعالى، وعلشان كده يقول ان تعلم قدرة الله تعالى في الاشياء بلا مزاج، اي لا فاعل مع الله، فلا طبع ولا علة، ولا فاعل في الله يقهره ليفعل، يعني علة فهم؟ وصنعه للاشياء، وصنعه للاشياء بلا علاج، يعني بلا وسائط واسباب، بل الوسائط والاسباب نفسها مخلوقة، وحجب الله بها الخلق عنه سبحانه وتعالى بالوسائط والاسباب، فجعلها حجاب للخلق لا حجاب له، فالله لا يحجبه شيء، المحجوب هو المخلوق، الله لا يحجبه شيء، هو ظاهر باطن سبحانه وتعالى. وصنعه للاشياء بلا علاج، وعلة كل شيء صنعه، يعني علة كل شيء سوى الله ان الله اوجده اراده، هي دي العلة، انه اوجده سبحانه وتعالى، ولا علة لصنعه، يعني منزع عن الاغراض. طب لما صنع؟ ما هي الاشياء؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا علة. هل فعلها لتوافق الحكمة فصارت الحكمة هي علة الاشياء؟ فلو قلنا ذلك كأن الحكمة هي التي تسير افعال الله. المعتزلة قالوا ذلك، ان الله سبحانه وتعالى ينسب اليه الخير ولا ينسب اليه الشر، لان الحكمة هي التي تسير الافعال، فلابد ان يكون للفعل حكمة، وان يكون من وراء الحكمة فعل، فجعلوا الحكمة هي التي تملي على الله الافعال. ولكن اهل السنة قالوا الحكمة توافق الفعل ولا تمليه، من قدرته سبحانه وتعالى ان جعل الحكمة موافقة لفعله ولم يجعل فعله مطابقا للحكمة، ففعله اولا بلا مزاج وبلا علاج وبلا علة، فسبحانه اذا اراد شيئا يوافقه الحكم، فالحكمة توافق وفعله لا يوافق الحكم. فهمت الحتة الدقيقة؟ ولا علة لصنعه، يعني منزع عن الاغراض، وليس في السماوات العلى ولا في الاراضين السفلى مدبر غير الله، يدبر الامر يفصل الايات، يدبر الامر، والتدبير من الله، وان كان قد وصفه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه على سبيل المجاز، قال والمدبرات امرا للملائكة، اي تدبر بامر الله ما امرها ان تدبره، وبصنع الله في تدبيرها، يعني الله نفسه سبحانه وتعالى يخلق حتى افعله، فهو مدبر حقيقة خلقا وايجادا، وغيره مدبر بعد ذلك فعلا واكتسابا. وعلشان كده لو قلنا ان رسول الله يدبر الامر ما يضرش بالمعنى المجازي، مفيهاش حاجة، لان الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بالتدبير، ووصف نفسه بالتدبير، فاذا وصف نفسه بالتدبير يكون بالمعنى الحقيقي، بمعنى الفعل والاكتساب، بمعنى الخلق والايجاد، واذا وصف غيره بالتدبير بمعنى الفعل والاكتساب، اي على ظواهر الاشياء، وان كان حتى الافعال مخلوقة له سبحانه وتعالى في الحقيقة ايضا.
ولا في الأراضين السفلى وليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أدي المعنى، أي هو الذي يدبر في السماء وهو الذي يدبر في الأرض. وفي هنا تخرج عن معناها الظرفي لأنها تعلقت بالله عز وجل، فلا تدل على ظرف مكان، لأن القائلين أن الله في السماء بالمعنى الظرفي فماذا يقولون في الآية وهو قوله وفي الأرض إله؟ يعني إذا كانت فيه بالمعنى الظرفي مش هتنفع، فلا بد أن يكون فيه هنا ليها معنى غير معنى الظرف، لأن الظرف اللي هو المكان والزمان مخلوقان، فإذا تعلق بالله فقد معناه الزمان والمكان على طول. حتى ما تقول كان الله عليما حكيما يقول لك يعني كان وما زال، مش كان في الماضي. في التفسير حتى يقول لك اي كان وما زال، عشان يصرف عن ذهنك المعنى الزماني. فتملي اي ظرف تعلق بالله عز وجل فقد معنى الزمان والمكان على طول مباشرة، لازم كده في ذهنك تمسح المعنى الزماني والمكاني، خلافا لاهل الجهة والمجسمة قدوا بالمعنى المكاني والزماني فأشاروا واتجهوا، فاعتقدوا الجهة واعتقدوا بالإشارة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ولا وليس في السماوات العلى ولا في الأراضين السفلى مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك. ليه؟ لأن كل تصور معقول، وكل معقول متصور مخلوق، كل معقول متصور مخلوق، فهمت ازاي؟ والله ليس بمخلوق، فكيف يتصوره العقل المخلوق؟ وعلشان كده كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن كل ما خطر ببالك مخلوق، كل تصور تتصوره في عقلك مخلوق، كل صفة في عقلك صفة مخلوق، فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، لأن العقل لا يتصور إلا الحادث المخلوق، العقل كده طبيعته كده لا يتصور إلا الحادث المخلوق. وكل ما تصور في وهمك فالله بخلاف ذلك. أهو جنون المثل المتصوفة، والمتصوفة بقى ضلالية، بيقول لك ضلالية، ضلالية فين بقى؟ يقولوا عليهم كده، طب فين الضلال اللي انت شايفه في الكلام انت؟ هل في ضلال؟ يقولوا اهو ده اعتقادهم، علشان تعرف ان اللي قالوا الكلام ده يرتكبوا كبيرة، لان غيبة المسلم كبيرة من الكبائر، واشد غيبة العالم. يعني بعض العلماء قسموا قالوا ان الغيبة للمسلم العامي حرام صغيرة وللعالم حرام كبير، وفي بعض العلماء قالوا الغيبة للمسلم مطلقا كبير، على مذهبين يعني الغيبة حرام متفقين بالاجماع، ولكن الحرام في منه كبائر وصغائر. فقالوا هل غيبة العالم الولي كغيبة الانسان المستور الحال؟ لابد ان تبقى دي اشد مني، فعلشان كده ميزه. قالوا ان غيبة العالم الولي كبيرة حرام، وغيبة الانسان مستور الحال اللي زي حالتنا حرام ايضا بس صغيرة من الصغائر. ده مذهب، وفي مذهب تاني قال لا كله كبيرة، ولكن حتى لو كله كبيرة فالكبائر تتفاوت عند لحليلة جارك اشد عند الله من الزنا يمكن بعشر نسل، تعرفوا شوف قد ايه، وده زنا وده زنا، يعني ايضا الكبائر بتتفاوت في كبارها، واخد بالك عند الله عز وجل. عشان كده اللي يقولك الصوفية ضلالية كلمة كده يقولها ما تاخدش لحظة اقل من دقيقة، يحجب بها حجاب شديد طول عمره. ليه؟ لانه اغتاب ملايين الاولياء في لحظة، في لحظة كده ومش واخد باله. فدي كلمة خطيرة، اخطر حاجة انك انت تعمم، زي واحد يقول كل المسلمين وحشين، الله كل المسلمين وحشين، ده سيدنا محمد منهم والانبياء منهم، انت اتجننت،
ازاي تقول كل كده؟ ده الصحابة منهم، ده الاولياء منهم والعلماء. اوعى تقول كلمة كل دي. انت مثلا عايز تفضفض كم مسلم كده نصب عليك وضايقك، عايز تفضفض شوية تقول بعض المسلمين نصبوا علي وحشين، امشي ما يجراش حاجة. هو انا حظي ما يقعش الا في المسلمين الوحشين، تمشي ما يجراش حاجة، خدت بالك؟ انما يقول لي كل كده ويمشي كده عادي، الا كل دي، كل دي خطيرة. وقال الجنيد: التوحيد علمك واقرارك بان الله فرد في ازليته. علمك يعني بالدليل، يعني اليقين، يعني التصديق بالدليل، ده العلم. واقرارك يعني باللسان. يبقى علمك يعني بالايه؟ بالاعتقاد والدليل، ده اسمه العلم المطابق للواقع، يبقى ده العلم. واقرارك يعني بلسانك بان الله فرد في ازليتك. الازلية هي ما لا اول له، في فرق بين ما زال وما يزال. الازلية هي قبل الازمان، لا اول له، دي الازلية. ما زال وما يزال هو حاله بعد وجود الازمان، يعني في الزمن المتجدد. فالله سبحانه وتعالى في الزمن المتجدد بعد خلق الازمان كان على ما كان عليه، لا يطرا عليه تغيير. ففي فرق بين الازلية وما يزال. في ابديته، في اوليته التي لا اول له. ها؟ نعم. تمشي ابديته. اصل الابدية تدل على الدوام، والازلية تدل على القدم. فالابدية غير دقيق. الابد يدل على الاستقبال. فهمت؟ والقدم يدل على ايه؟ على الماضي. فالازل تدل على ما مضى، ولكن ما مضى بغير زمن، بغير اول. فهمت ازاي؟ يبقى ده الازل. الازل هو ما مضى بغير ان يكون مضى بمعنى زمن، لانه كان قبل الزمن. فهمت المعنى؟ انما ما نقول وما يزال، يعني اي بعد ظهور الازمان في الزمن المتجدد لم يطرا عليه تغير، فهو كما كان اول، وده معنى دائم. نعم، معنى دائم. يبقى معنى دائم اي انه ما زال فيما يزال كما كان في الازلي، ادي معنى دائم. فهمت؟ ومعنى باقي اي بمعنى دائم، بمعنى الدوام، وبمعنى البقاء، وبمعنى عدم الفناء. فهمت؟ يعني دي تدي لمحة ودي تدي لمحة. يعني اول ليس لأوليته ابتداء، واخر ليس له انتهاء سبحانه وتعالى. السرمد هو الدوام برضه. السرمد هو الدوام، ما يوحيش معنى الاولية. علمك واقرارك بان الله فرد في ازليته دل على ان العلم يحتاج لاقرار باللسان. فهل يكفي اليقين في التوحيد دون الاقرار باللسان؟ مذهبان. هذا بالنسبة للنجاة في الاخرة. قالوا انه ناج في الاخرة ولو لم يقر بلسانه ان كان موحدا بجنانه، ولكن لا تقوم عليه احكام الايمان في الدنيا. لكن يبقى ناجي في الاخره بس، لكن في الدنيا اهو في وسط الكفار لا نقيم عليه احكام الايمان. يعني اذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه ولا نورث زوجته منه، ولناش دعوه بيه خالص، كانه كافر، ملناش دعوه بيه. لكن الله سبحانه وتعالى قد ينجيه لاقراره في قلبه. ولكن علشان يبقى ناجي في الدنيا والاخره لازم يجتمع الاثنين، الاقرار
باللسان مع العلم بالجنان اللي هو اليقين. علمك وإقرارك بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه أي في ألوهيته، لا ثاني معه أي في ألوهيته سبحانه وتعالى، والثاني هنا بمعنى الشبيه لا بمعنى التعدد، ولا شيء يفعل فعله أي ولا شيء يفعل غيره، لأن حتى الأفعال في الأكوان هي من الله، والله خلقكم وما تعملون، حتى الأفعال كلها وتأثيرها من الله، لأن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش كده برضه؟ والله خلقكم وما تعملون، وأنت نفسك بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش كده برضه؟ يعني الفعل من الله، وعلشان كده ولا شيء يفعل فعله أي لا شيء يفعل غيره في الأكوان، مش تقول مثل فعله، كأنك أثبتت الفعل لغيره ولكن نفيت المثلية. شوف خد بالك إن المتصوفة عندهم دق الكلام ده، ممكن يقوله علماء الشريعة، فهمت ازاي؟ لكن علماء الشريعة والحقيقة اللي تشرعوا وتحققوا ما يقولش كده، هو كلام علماء الشريعة ما هو صحيح، لكنه يخلو من مسحة ولمحة ايه الحقيقة التي نفدت اليها الى لب الاشياء. فعلماء الشريعة يقول لك ايه، ولا شيء يفعل فعله اي مثل فعله. هو لم يثبت عالم الشريعة ان هناك فاعل مع الله بكلامه، صحيح، ولكن ايضا لم ينفي، ايضا لم ينفي. لكن علماء الصوفية عندهم نوع من الدقة لانهم تحققوا، فيقول ولا شيء يفعل فعله اي يفعل معه، فهمت ازاي؟ او ولا شيء يفعل غيره سبحانه، كأن لا فاعل الا هو سبحانه وتعالى. وقال ابو عبد الله بن خفيف: الايمان تصديق القلوب بما اعلمه الحق من الغيوب، تصديق القلوب بما اعلمه الحق من الغيوب، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وبما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الامور السمعية كعذاب القبر والميزان والصراط والبعث والنشور وكل ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يسموه السمعيات، هو ده الايمان. يبقى الايمان لازم يكون فيه تصديق، والتصديق لا يكون الا عن دليل. يبقى لو عرفت الاشياء دي دون دليل، لو اقررت بها دون دليل تبقى مقلد. وعلشان كده يقول ايه، الايمان تصديق القلوب، والقلوب لا تصدق الا بالدليل، بما اعلمه الحق من الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى هم الصوفية لا يقرون بالتقليد في العقائد، كل علماء الصوفية لا يقرون المقلد في عقيدته، وان كانوا يقولون انه ناجي، لكن يقولون انه على خطر عظيم، قد تأتيه الشبهة فيشتبه عليه الامور، فاذا وقع في الشبهة ما يعرفش يخرج منه، لكن العالم يعرف يخرج منه. وعلى شكل المقلد اثبتوا له النجاة في الاخرة ان مات على تقليده بغير شبه، ولكن هو في خطر، خطر انه ممكن تشتبه عليه قبل ان يلقى ربه، فاذا اشتبهت عليه قبل ان يبقى في الخطورة. وفي بعض العلماء، علماء التوحيد، قالوا ان ايمان المقلد لا ينفع، قالوا كده، نصوا على ذلك، لدرجة ان سيدنا الشيخ المرزوقي ألف عقيدة سماها عقيدة العوام شعرا،
عشان يحفظها للعوام حتى يخرجوا من ربقة التقليد، حتى يخرجوا من ربقة التقليد. اسمها عقيدة العوام منشورة يعني. وقال ان هو شافها في الرؤيا، يقرأها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا، والصحابة كانت محيطة بهم يتمايلون فرحا بما يقول. ولكن هل الدليل لازم يكون الأدلة التفصيلية ولا يكفي الدليل الإجمالي؟ يكفي الدليل الإجمالي، يكفي الدليل الإجمالي خالص. يعني ممكن الإنسان العامي اللي ما راحش المدرسة ده يبقى زي الأعرابي اللي ما راحش المدرسة وقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يبقى ده ما كانش مقلد، الأعرابي ده ما كانش لأنه عنده دليل إجمالي. دليل إجمالي أن الفعل يدل على الفاعل والأثر يدل على المؤثر. فأنت أول ما تشوف الفعل لابد أن يبقى فيه فاعل، أول ما تشوف حركة لابد أن يبقى فيه محرك، صح؟ هل أنت شفت المحرك؟ أنت ما شفت الكهرباء وهي ماشية في السلك علشان تحرك لك الآلة اللي بتشتغل بالكهرباء؟ ما شفتها، لكن لابد أن يبقى فيه كهرباء. يبقى مش شرط الحاجة علشان ما شفتهاش يبقى مش موجودة. يعني يكفي انك ترى اثر الشيء فتعلم ان هناك شيء. وقال ابو العباس السياري عطاؤه على نوعين، كرامة واستدراج. الكرامة من الاكرام، والاستدراج من الحجاب، ان يعمي عليك الامور. فما أبقاه عليك فهو كرامة، ما أبقاه عليك من الطاعة ودوامها مع كمال الخوف والرجاء من الله وعدم الاعتماد على ما فعلت، يبقى ده هو ده الكرامة. مش تقول أنا بعبد ربنا بقالي سنين، لا مشيت على المية ولا طرت في الهوى ولا بيت من أهل الخطوة، هو متصور أن الكرامة هي كده بس. الكرامة، عين الكرامة هي الاستقامة، لأن لا تستقم إلا بالله، فكونه أقامك مستقيما هي عين الكرامة. ولكن تصير هذه الكرامة استدراج إذا التفت قلبك إلى عملك فظننت أنك فاعل ومعتمد عليه، فصارت استدراج. خرجت بقى من التوكل على الله وخرجت من الحول والقوة بالله الى الحول والقوة بالنفس، خدت بالك ازاي؟ فما ابقاه عليك اي من دوام طاعته من عدم التفات القلب اليه فهو كرامة مع دوام الخوف والرجاء من الله. ليه الخوف والرجاء؟ الخوف لعدم اطلاعك على الاقدار، هل ربنا مقدر في الاخرة انك انت اصلا من اهل الايمان هتدخل الجنة ولا يسبق عليك الكتاب؟ ما هو ممكن الواحد يكون من اهل النار ويبتدي يبقى ايه بعمل اهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل ويعمل اهل النار فيدخل. فالخوف ناشئ من هذا، لانك لا تنظر الى حالك الان، انت تنظر الى مآلك في الاستقبال. هل ربنا هيختم ليك بالخاتمة الحلوة دي اللي انت فيها الوقت ولا لا؟ هذا غيب انت ما تعرفوش، فباستمرار خائف، باستمرار خائف وباستمرار متمسك بالطاعة لان عندك رجاء ان ربنا يقبلك عليه. فهمت ازاي؟ يبقى عندك رجاء وعندك خوف في ان واحد، فده يخليك ايه متمسك بالطاعة وغير معتمد عليها وغير ملتفت لها، لان العبرة بالمآل لا بالحال. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت يجعلك لا تعتقد في نفسك الخصوصية وانت في حال الطاعة وتظن انك افضل ممن هو في حال المعصية، لان اذا نظرت للمآل فقد يكون صاحب المعصية الان في نهايته تائبا، وقد يكون صاحب الطاعة الان في نهايته عاصيا. فلا تغتر بنفسك ولا تزكوا انفسك هو اعلم بمن اتقى.
سيدنا عمر ابن الخطاب وهو كان بيوئد بنته قبل ان يسلم، كان في المآل عند الله ثاني واحد في افضلية امة النبي صلى الله عليه وسلم في المآل. فاللي يشوف سيدنا عمر وهو بيوئد بنته وبيسجد للصنم في اللحظة دي هيفتكروا انه هالك، فهمت ازاي؟ لكن هو في الحقيقة مش هالك، ده هو ناجي، لان العبرة بالمآل فيما بعد في علم الله. ولما كان علم الله مجهول تظل خائف ولا تزكي نفسك ولا تظن الهلاك بغيرك ولا تظن النجاة في نفسك، تقوم تفضل باستمرار خائف راضي خائف راضي مستمر في الطاعة. هي دي الكرامة بقى، هي دي بقى الكرامة، مستمر في الطاعة غير ملتفت اليها لانك تنظر للمآل، فهمت ازاي؟ وانت المآل ليس في يدك، هذا في علم الله الذي لا تعلمه انت، فلم تلتفت للطاعة مع تمسكك به، وفي نفس الوقت خائف وانت تعمل الطاعة، مش خائف وانت تعصى، وانت تعصى راضي عفو، وانت تعمل الطاعة خائف الا يقبلك والا يختم لك بالخير. فالخوف يغلب عند الطاعة والرجاء يغلب عند المعصية خلاف عن العوام. يبقى الصوفية نظر الامور بنظرة مختلفة، لان لو قل رجاءك عند معصيتك دل على اعتمادك على عملك، زين؟ لما رجاءك يقل عند الله وانت في حال المعصية والتقصير ورجاءك يزيد في الله وانت في حال الطاعة، يبقى انت حالك هو اللي بيحركك، يبقى انت معتمد على حالك لا على الله. ومن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل في الحكم. من علامة الاعتماد على العمل ايه؟ قلة الرجاء عند وجود الزلل. علماء الشريعة قالوا الكلام ده، اللي قالوا الكلام ده علماء الحقيقة نفذوا الى اللب، فهمت ازاي؟ ادي حلاوته. يعني علماء الشريعة يظنون ان الانسان اقرب للقبول عند الطاعة فيكون ارجى، ويكون ابعد عن القبول عند المعصية فيكون اخوف. علماء الحقيقة عكس، وجاء القرآن موافقا لعلماء الحقيقة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. شفت بقى الآية بتوصف اهل الطاعة، اهل الطاعة وهم يؤتون ما آتوا من الطاعات قلوبهم ايه؟ وجلة خائفة. يبقى الخوف يغلب على الطائع. طب واهل المعاصي؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. رجاء. يبقى الرجاء هو حال اهل المعاصي المسرفين، والخوف هو حال اهل الطاعة المنيبين. خدت بالك؟ مين اللي لفت لك الانتباه ده؟ في حين ان لو سبت نفسك على الشريعة فقط دون الحقيقة لصرت معتمدا على عملك محجوبا بعلمك. ولذا من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. والفسق هنا ان يرى نفسه فاعلا وان يكون معتمدا على علمه وعمله لا على ربه، فيحجب فيصير محجوبا بالعلم عن المعلوم وبالذكر عن المذكور، فهمت ازاي؟ ومن تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، لان المتحقق هينكر العمل بقى، يقول العمل عمل ربنا. طب ما هو كلامه صح، هو كلامه غلط، العمل عمل ربنا، بس مش معنى كده ابلط انا في الخط، يقوم يترك العمل ويترك الطاعة، يبقى تزندق. فلا بد ان تتشرع وتتحقق، تكون متشرعا غير ملتفتا لعملك خائفا لنظرك الى المآل.
غير مزكيا نفسك على العاصي لعدم علمك باقدار الله، فتفضل خائف على طول، خائف على طول وراجع على طول، خائف وراجع على طول. فهمت المسألة بقى؟ عشان كده يقول لك عطاؤه على نوعين، كرامة واستدراج. فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج. ما أزاله عنك بتعلق القلب به وبالنظر إليه، يعني أزال عنك العمل وانفضت منه، لكن تعلق قلبك به. تقابل ربك وانت ناظر لعملك، هيحاسبني هيقول له ايه ده، انا ما فوتلوش فرض، ده انا ما جاش رمضان طول عمري الا وصمته له، هيقول لي ايه؟ فهمت ازاي؟ يبقى ازال عنه الخوف وازال عنه الرجاء وعلق قلبه بغيره ظنا منه انه افضل من غيره، فزكى نفسه. فلا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. يبقى ده مستدرج، يبقى النوع ده مستدرج. والنوع الثاني هو عين الكرامة، انك تكون في الطاعة متشرعا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظاهرك غير ملتفت اليها بقلبك، خائفا من الله لعدم علمك بالمآل، راجيا في الله ان يقبضك على خير حال، غير مزكيا نفسك على غيرك، وغير ناظرا في نفسك بالخصوصية. هاي دي الكرامة. شوف الكرامة عندهم، مش الكرامة بقى انه يعمل من الفسيخ شربات، لا، مش هي دي الكرامة. ده كانوا يخافوا منها ويستحوا منها، الاولياء العلماء كانوا يخافوا منها ويستحوا منها، يعني يخاف كده وهو قاعد قدام الناس ربنا يجري عليه حاجة خارقة، يخاف لحسن يفتن، يفتن بنفسه، افتكر نفسه انه احسن من العالم دي كلها، هو مش شايف نفسه احسن. وبعدين يخاف كمان لحسن الناس تلتفت اليه فلا تلتفت عن ايه، وتلتفت عن الله فتفتن به. فهمت ازاي؟ فيبقى خايف ان يفتن هو بها وان يفتن الناس به، فعشان كده يستحي من الكرامة بمعنى الامر الخارق للعادة، ويرى ان الكرامة هي عن الاستقامة مع عدم الالتفات الى استقامته وعدم تعلق قلبه باستقامته، بل مع دوام خوفه لعدم نظره الى المآل وعلمه به، وفي نفس الوقت متمسكا بها راجيا ان يموت على ما هو عليه. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده الصحابة كانوا كده، الصحابة تحققوا بالمعاني دي لكن ما قالوهاش. ليه؟ لان هما ما فضيوش يقولوا، هما كانوا عايشين المسائل دي وكانت حياتهم كلها عشان ينشروا هذا كله ويثبتوا اركان الشريعة ويعلموا الناس الحقيقة في السلوك، فكان سلوكهم هو هذه المعاني. فلما تيجي تسأل سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه، يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة الا واحد لا ظننت انه ايه عمر، يعني هو بيظن نفسه اقل الناس. ده سيدنا عمر كده، حتى كان لما تيجي الست تراجعه في الخطبة يقول كل الناس افقه منك يا عمر، حتى النساء كل الناس. وسيدنا عمر الايه اللي ليه عمريات كده في الفقه محدش وصل لها، في الاجتهاد في المواريث وفي غيره وفي غيره، سيدنا عمر ده ليه حاجات العمريات دي بتاعته دي مواويل، كان عنده فتح كبير بالرغم كده لم يلتفت الى فتحه ولم يلتفت الى خصوصياته ابدا، بل يقول كل الناس افقه منك يا عمر، كل وماشي باستمرار ايه يؤاخذ نفسه، واذا جاء فضل عليه لا ينسبه لنفسه بل الى الله، فيبقى هو نفسه ما عملتش حاجه. هو انت لما تبقى مثلا حاطط اناء كده وينزل المطر يملا ميه، يبقى الفضل للاناء؟ ها؟ الإناء يعني عمل ايه؟ ربنا جمع فيه المية بس، لكن هل هو عمل حاجة؟ كذلك قلبك إذا ملأه الله حكمة وإيمانا هو كالإناء،
فهل يبقى الميزة للقلب ولا الميزة لمن ملأه؟ لله عز وجل. فهمت ازاي؟ فحتى كل ينابيع الحكمة اذا تفجرت في قلبك فلا تنسبها لنفسك، كأنك نسبت الماء الى الاناء. فهمت ازاي؟ فما جعل الله قلوب العباد الا آنية يظهر فيها انوار حكمته سبحانه، فهو الفاعل فيه، وجعل هذا العالم المجسم امامك مثال علشان تتعلم منه الفضل يبقى لمين والفعل يبقى لمين. فلا تحجب بالاشياء عن فاعل الاشياء، ولا تنسب الفضل الا لصاحب الفضل. وما ازاله عنك فهو استدراج، لاعتماد القلب عليه، ادي معنى الاستدراج. فهم؟ لتعلق القلب به، وعشان كده الحرص هو تعلق القلب بما ليس في اليد. الحرص هو تعلق القلب بما ليس في اليد، هو ده الحرص. أذل الحرص أعناق الرجال، يذلك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالزهد في الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم الالتفات إليه على أي حال سبحانه وتعالى، لأن إذا التفت إليها كأنك ظننت أنها فاعلة. زي بالظبط، افتكر المثال البسيط ده، الماء في الإناء. الميزة في الإناء ده وعاء. فهمت ازاي؟ كذلك كل حاجة، كل حاجة كده. فقال أنا مؤمن إن شاء، فقل أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار المآل، لأنك ما تعرفش المآل إيه، لا باعتبار الشك في الحال وإلا يبقى كفر، لا باعتبار أن تشك في إيمانك في الحال وإلا يبقى كفر. إحنا قايلين الإيمان ده اعتقاد جازم. فأنا في الحال مؤمن، لكن هل هستمر على كده ولو بعد لحظة؟ ما أعرفش. ده ربك سبحانه وتعالى يمد الخلق في كل لحظة بدواعي الوجود. فإذا كان الإيمان عرض حل في القلوب، والله خلق القلوب وخلق ما حل فيها من أعراض وخواطر، ولم يتركها هملا، بل استمر يمد، لأنه لو انقطع المدد لعاد كل شيء إلى ما كان من عدم. فإذا نظرت لنبضات الإمداد فقلت إن شاء الله، لأنك لا تعلم بعد استمرار النبضات بعد ذلك ودوام الإمداد أم لا، فتقول إن شاء الله باعتبار إيه؟ المآل. وعشان كده الذي نظر للحظة اللطيفة بين كل نبضة إمداد لم يرى إلا الفناء، فتحقق بمقام الأحدية. ومن نظر إلى توالي الإمداد واختفى في نظره اللحظات اللطيفة في نبضات الإمداد تحقق بمقام الواحدية. ولذا هناك من تحقق بالأحدية فلم يرى فاعلا إلا الله، ولم يرى إلا الله أصلا، لأنه نظر إلى اللحظة اللطيفة بين نبضات الإمداد فلم يرى إلا الفناء، فلا يوجد إلا الله. هذه معنى مقام جمع الجمع. وفي مقام الجمع بقى إن هو يرى فعل الله في الأشياء، فيرى الواحد في التعدد، يرى أثار الصفات في تعدد أثارها، ولكنها هي كلها صفة واحدة من ذات واحدة فاعلة. فجمع كل هذا التعدد في واحد، فيسموه مقام ايه؟ الجمع بس. فمقام الجمع لم ينكر الخلق، ولكن رأى الخالق في الخلق. ومقام الفناء جمع الجمع، لم يرى الخلق اصلا، لم يرى الا الله. ده مقام وده مقام. وعشان كده بعض الاولياء قالوا كلام
في مقام الفناء وقالوا مقام كلام في مقام البقاء. فهمت ازاي؟ فكلامهم هنا يختلف عن كلامهم هنا، فاللي مش فاهم يسيء الظن به، فلازم تفهم. فقل انا مؤمن ان شاء الله لا على سبيل الشك في الحال والا كان كفر، ولكن على سبيل الشك في المآل لعدم العلم بقدر الله في الاستقبال. فهمت؟ وابو العباس السياري كان شيخ وقته، اللي هو بيقول الكلام ده كان شيخ وقته. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول غمز رجل ابي العباس، غمز رجل رجل ابي العباس السياري. ابو علي الدقاق ده مين؟ ده استاذ وشيخ الامام القشير، استاذ وشيخ. بيقول ايه؟ غمز رجل رجل ابي العباس السيار، يعني غمزوا كده فوجعوا يعني، فقال تغمز رجلا ما نقلتها قط في معصية الله عز وجل. يبقى هنا كان متحقق بمقام تاني مختلف. انت بقى ممكن يقول شوف ولا تزكوا انفسكم، ايه ده الراجل بيزكي نفسه يا عم، اقفل الكتاب يا عم وهتقرا للعالم دي، مش كده؟ نسب لنفسه الفعل، قال ما نقلتها، والفاعل هو الله، اعوذ بالله من كلامه، مش كده برضه؟ مش ممكن تقول الكلام ده؟ في ناس بيقولوا الكلام ده والله وينقلوها في كتابهم ويعلق وتصدقهم ويكتب لك ضلالات الصوفيه، ضلالات، وهو اللي ضلال. لكن هو هنا تحقق بحاجة، أي نقلتها بالله لا بنفسي، مش نقلتها بنفسي. هو بيتكلم عن فعل الله فيه، أنه ما هو إلا إناء أظهر الله فيه كرامته. فإن كان هو إناء أظهر الله فيه كرامته فعليك أن تكرم ما أظهر الله فيه الكرامة. فهمت ازاي؟ وبيتكلم على انه اناء بس، اناء ربنا اظهر فيه هذا الفعل. انت دلوقتي لما ربك ملالك الماء في الانهار وعطشت، تحتقر الانهار ولا تروح للانهار تجيب الميه تشرب وترتوي؟ تروح للانهار ترتوي وتشرب. لكن هو النهر فاعل؟ النهر مش فاعل، ده الفاعل هو الله. فهمت ازاي؟ فهو اما بيتكلم هنا بيتكلم في حاجة تانية انت مش واخد بالك منها، ما بينسبش لنفسه الفعل. وممكن يبقى بينسب لنفسه التقصير ادبا ادبا ادبا، لان كل شيء برضه بالله فعلا خلقا وايجادا، كل شيء خلقا وايجادا، هي المساله النسبه. ولكن المعصيه الانسان يحب ينسبها لنفسه تقصيرا بس، من باب ايه؟ علشان كده الامور المحقرات ما يليقش انك انت تنسبها الى الله، مع ان الله هو اللي اوجدها. فهمت ازاي؟ يعني ما ينفعش تقول ايه؟ يا خالق الميكروبات والفيروسات انقذني منها يا رب العالمين، لان دي كائنات دقيقه حقيره. فهمت ازاي؟ واذا مرضت فهو يشفيك. بالرغم ان ليه؟ لان ما تنسبش الحاجه الضئيله دي الى الله، وان كانت هي ايضا من خلق الله تادبا مع الله. وعشان كده حتى سيدنا الخضر قال ايه؟ فاردت ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمة، لان فيها قتل، والقتل في ظاهره فيه نوع من القسوة، فنسبه لنفسي فاردت. فهمت ازاي؟ لكن في الجدار في بنائه في ظاهره عمار واعمار، فقال فارادنا، مش كده برضه؟ فاراد ربك، فاراد ربك في السفينة الف ايه؟ نسب العين لنفسه، فأردت أن أعيبها. وقال برضه فإيه؟ فأراد ربك أن يبدلهما ربك. ها؟ فأرادنا برضه نفس الحكاية.
زي يبقى خرق السفينة نسبه لنفسه وقتل الغلام. وفي الجدار الايه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهم. فأراد ربك يبقى في البناء نسبه إلى الله، وفي خرق السفينة وقتل الغلام نسبه لنفسه. يبقى المسألة هنا مسألة أدب. وقال أبو بكر الواسطي: من قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة. الحقيقة يعني حقا يعني في علم الله، وانت اطلعت على علم الله. فهمت ازاي؟ من قال انا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير الى اشراف واطلاع واحاطة. اشراف يعني نظر، واطلاع ده عطف تفسير عن الاشراف برضه، واحاطة برضه عطف تفسير، كله بمعنى واحد. فمن فقده بطل دعواه فيه، اللي فقد كده بطل دعواه فيه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي يقول له ايه كيف اصبحت، قال اصبحت مؤمنا حقا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا بقى، ده بقى ده هيخرم بقى. فقال لكل قول حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ فقال ارى، اصبحت ارى عرش الله اراه، واهل النار واهل الجنة. ده بقى حاجة تانية، ده بقى من اهل الكشف، ده ربنا كشف له على المغيبات. يبقى قال له ايه؟ عرفت فالزمت. ما قالوش علمت، علمت عرفت. فدل على ان المعرفة اعلى من العلم. العلم يكون بالدليل، والمعرفة تكون بعد الدليل، من وراء الدليل. فهمت ازاي؟ وعشان كده العارف اعلى من العالم في عرف العلماء، وهم من اهل الكشف. خدت بالك؟ من اهل الكشف. الصحابة كانوا من اهل الكشف. ما تفتكرش يعني ان الكشف ده بقى يعني بقى لازم يبقى حلو لكل الناس. ما ابو جهل ربنا كشف له برضه، مش جاي يأذي النبي، فربنا بعت له جبريل فتح بقه كده خاف لحسن ياكله. يعني ابو جهل كان من اهل الكشف برضه، شاف اهو. مش قال والله لو وجدت محمدا يسجد عند الكعبة لوضعت قدمي على عنقه فلا ارفعه حتى يموت كده برضه؟ مرة عمل كده ومرة عمل مرتين، وفي الحالتين كان من اهل الكشف. فاحيانا يكون الكشف اهانة، واحيانا يكون الكشف كرامة. فلا تتمنى ما اخبأه الله عنك، وريح نفسك. يريد بذلك ما قاله اهل السنة ان المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة. وانت عارف انك محكوم لك بالجنة، يبقى ازاي تقول مؤمن حقا؟ اي باعتبار المآل، لكن باعتبار الحال اقول زي ما انت عارف انا الان مؤمن حق، اقولها كده ما يجراش حاجة، دي ما يجراش حاجة الان. طب وبكرة؟ تقول الله اعلم، ارجو ذلك. فهمت ازاي؟ لكن الان ممكن. فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى فدعواه بانه مؤمن حقا غير صحيح. فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله في الاقدار، سر الحكمة اللي هي القدر، لانه ما يعرفش الاقدار. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت ابا الحسن العنبري يقول، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر اليه تعالى المؤمنون بالابصار من غير احاطة ولا ادراك نهاية. بيرد على المعتزلة، كانوا منتشرين في عصرهما. المعتزلة كانوا منتشرين في عصر الجيل ده، والمعتزلة انكروا الرؤية، وانكروا واثبتوا خلق الافعال للمؤمن. وعشان كده كل كلامه تلاقيه بيرد على المعتزلة.
ينظر الله ينظر إليه تعالى المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني أثبت النظر والرؤية للمؤمنين ولكن نفى الإدراك والإحاطة. الإدراك هو بمعنى الإحاطة على فكرة، بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. والواو هنا العطف تفسير للإحاطة، وعشان كده اللي نفى الرؤية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا يقصد نفي الرؤية اللي مع الإدراك اللي بالإحاطة. فالسيدة عائشة لما نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله نفت رؤية مخصوصة، ما نفتش مطلق الرؤية. فما نستدلس ان مذهب السيدة عائشة كانت تنكر رؤية النبي للرب، ابدا. مذهب السيدة عائشة كانت تقول كذب من قال ان محمدا رأى ربه والله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، اي كذب من قال ان محمدا رأى ربه رؤية احاطة وادراك. يبقى لم تنفي مطلق الرؤية، لنفت رؤية مخصوصة يظنها الناس ان فيها ادراك واحاطة، لان الادراك والاحاطة نوع من القهر والله قاهر. فهمت ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى قاهر، هو قاهر في الدنيا بس ولا في الجنة كمان؟ في الجنة كمان. يبقى حتى اهل الجنة حيروا الله بغير ادراك ولا احاطة. فهمت ازاي؟ يروه بغير ادراك ولا احاطة، لانه كما هو قاهر في الدنيا هو قاهر في الاخرة، هو قاهر في كل شيء. فهمت ازاي؟ وعشان كده هنا اثبت الرؤية ونفى الادراك والاحاطة، لان هذا قائم في الدنيا والاخرة سيان سواء. فاللي ينكر الدنيا الرؤية مطلقا في الدنيا، واخد بالك، يبقى مخطئ، لان قد تحدث في الدنيا ايضا لمن شاء له سبحانه وتعالى، لكن ايضا بغير ادراك ولا احاطة. ودليل امكانها في الدنيا ان سيدنا موسى سألها لربه، وسيدنا موسى يعرف الواجب والمستحيل والممكن. سيدنا موسى كان اعلم اهل عصره، هيطلب المستحيل يعني؟ ربي ارني انظر اليك. لو كانت الرؤية مستحيلة في الدنيا ما كانش طلبها سيدنا موسى، فطلبها سيدنا موسى دل على امكانها وانها ممكنة، لان يستحيل تأدبا ان يطلب المحال، لان القدرة لا تتعلق بالمحال. ودي حاجات بسيطة يعلمها طلبة العلم الصغيرين. هتغيب على سيدك موسى؟ هتغيب على سيدك موسى؟ مش هتغيب، سيدنا كلنا. فهمت ازاي؟ فيبقى كونه قال ربي ارني انظر اليك دل على انه يعلم ان الرؤية في الدنيا ممكنة فطلبها. فقال له سبحانه وتعالى لن تراني، يعني لن تراني الان، ولا قال له لن ولم؟ قال له لن، لن تراني، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. علقها بممكن ولا ما علقهاش؟ علقها بممكن ولا علقها بمستحيل؟ بممكن، ان الجبل ربنا يجعله يستقر، ايه المشكلة؟ يبقى كونه طلب ممكن، طلبه دليل انها ممكن، وتعليقها على ممكن دليل انها ممكن برضه. فهمت ازاي؟ خلافا للمعتزلة قالوا انها مستحيل. فلما تيجي تقول ان سيدنا محمد رأى ربه زي ما سيدنا عبد الله بن عباس قال، يبقى كلام صح. ستنا عائشة نفت رؤية مخصوصة، سيدنا عبد الله بن عباس لم يثبتها اصلا، هي رؤية الإدراك والإحاطة. يبقى ستنا عائشة توافق سيدنا عبد الله بن عباس، لكن علماء الشريعة مش واخدين بالهم، يقول لك إن مذهب السيدة عائشة مخالف لمذهب سيدنا عبد الله بن عباس. أبدا، ده هو مذهب واحد، ده أنت مش واخد بالك، ده هو مذهب واحد. علماء الحقيقة حاجة تانية غير علماء الشريعة. علماء الشريعة تيجي تشوف آراء الفقهاء يقول لك إن اختلف الناس على مذاهب، هل سيدنا رسول الله رأى ربه أم لا؟ هناك من انكر الرؤية وهناك من اثبتها، والذين اثبتوا اختلفوا على رأيين، هاي رآه بعينه ام بقلبه فقط، مش كده برضو؟ يقعد يقسم لك بقى شغلانة ويجيب لك في المذهب
بتاع ايه اللي هو لم يرى ربه، يقول لك لقول السيدة عائشة. السيدة عائشة ما قالتش كده، السيدة عائشة بتنفي رؤية احنا نفسنا بننفيها حتى في الجنة. فهمت المسألة بقى؟ وعشان كده هنا بيقول ايه، ينظر اليه تعالى المؤمنون بالابصار من غير وقال ابو الحسين النوري قال شاهد الحق القلوب. والمشاهدة عند البشر تقتضي الحدوث، مش كده برضو؟ اي انك شاهدت ما كان غائبا، يعني طرأ عليك شيء كان غائب عنك. لكن هنا لما تنسب الى الله ما تبقاش بالمعنى ده. شاهد الحق القلوب اي علم الله القلوب. فهمت ازاي؟ يبقى شاهدة هنا مش بمعنى بقى بتاعك انت فوق. ليه؟ لانه جعل فاعل شاهد الله. فهمت ازاي؟ يبقى مشاهدة الله هي علم الله القديم المطابق لما خلق موافقا لعلمه. يعني ممكن تقول شاهد الله القلوب اي خلق الله القلوب على وفق علمه القديم. تمشي كده حلو صح ولا لا؟ شاهد الله القلوب، شاهد الحق القلوب فلم يرى قلبا يرى برضه، يعني يخلق. افهم كلامه. مش ربك سبحانه وتعالى خلق القلوب وبعدين فوجئ انه لا احسن قلب وقلب سيدنا محمد فرح؟ ابدا. فوجئ بشيء يعني معناه غاب عنه اولا ثم ترى عليه العلم، والله علمه كشف قديم. فهمت ازاي؟ انفي عن مخك اي خاطرة تدل على هذا. فهمت ازاي؟ فلم يرى، لان احنا بنتكلم ناس عرب، عرب يعني بيفهموا العربية، مش عرب يعني بالجنس، عرب باللغة باللسان، انما العربية اللسان. فلم يرى قلبا اشوق اليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، اي لم يخلق قلبا اشوق اليه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه نزهه عن كل الحظوظ. مفيهوش حظ، قلب النبي مفيهوش حظ الا لله بس. امال ايه حظ الشيطان ده؟ لما شقوا صدر الشريف وهو طفل صغير فاخرجوا علقة سوداء وقالوا هذا حظ الشيطان منه. ايه ده؟ ناس كتير ما عرفتهاش على مر العصور على فكرة، كانت حتة كده بيروحوا يسألوا العلماء. يعني السبكي سأل ابوه برضو سبكي زي شيخه، واخد بالك؟ سأل ابوه شيخه بيقول له ما معنى حظ الشيطان في قلب النبي؟ قال لا اعلم والله يا ابني، ولكن لا اعتقد انها هي حظ الغواية بس، لكن ما قالوش ايه هي، ما عرفهاش. فهمت ازاي؟ نفى ان هي تبقى حظ الغواية لان النبي معصوم. فهمت ازاي؟ وده كلام حلو برضه، لكن طب ايه هي؟ ما عرفهاش، غابت عليه لانه غلب عليه الشريعة والعلم، والعلم ساعات لما يغلب على الانسان يحجبه ساعات كده. وعشان كده الضعيف في العلم يمكن يوصل اسرع. مش معنى كده اننا نترك العلم، لا، معناه اننا لا نعتمد عليه، بس لا تعتمد عليه، لان الضعيف في الوصول اسرع. طب انا هديك مثال بمناسبة الهجرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيمة ام معبد ولقى اضعف شاة عندها، اضعف شاة الغلبانه خالص اللي هي ما بتقدرش تخرج المرعى وعيانه ودبلانه وقاعده كده، هي دي اللي ربنا اجرى الخير فيها ولا لا؟ في الضعيفه دي الغلبانه دي.
راح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على درعها، خلاص بقى فرج على اللي حصل. جاء على اضعف غنمة، عشان كده الناس يقول لك يوضع سره فاضعف سره، ليهم حق. لما اطلعوا على هذا كله عرف ان ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج يعني ان يظهر اسراره في من قواهم من خلقه، لا عايز يبين لك ان اسراره تحدث بارادته. فهمت ازاي؟ مش المسألة بالطاقات اللي خلقها في خلقه، لا، ده بارادته. فيختار لك اضعف حاجة ويخليك الارادة تتعلق بها والقدرة تتعلق بها فتخرج منها العجائب. ستنا حليمة ركب اضعف حمار، كله سبقوها، خدوا الاطفال الاغنياء كلهم. فهمت ازاي؟ هي الوحيدة لضعف ناقتها، لضعف حمارها، خدت خير البرية. فهمت ازاي؟ يوضع سره اضعف خلقه. فما تستهينش بالضعفاء، تنصرون بضعفائكم. ان شاء الله ما انت تستشعر هذا الافتقار الى الله والاستشعار بها، واخد بالك؟ فادي ادي المسألة. علشان كده انت تلاقي الخير كله والبركة كلها بتيجي من الله اصلا، فمش محتاج. علشان كده الامام الشافعي كان يتعجب، ربنا اداله قدرة عقلية عجيبة فاقت اهل عصره كلهم. للراجل كان بيقول لنفسه ايه في شعر كده، ولولا خشية الله ربي لظننت ان الناس كلهم عبيدي. من الشافعي كده، مش كده برضو؟ لان حس ان الناس كلها ايه ده، ما بيفهموش ده. الحاجة اللي بيفهمها في لحظة الناس تقعد تفهمها في 100 سنة. ايه ده؟ ده الناس دي كلها ركش، ده كان هيتكبر بقى والجبر. فهمت ازاي؟ لكن ربنا لحقه بالخشية فتواضع. ولولا خشية الله ربي لظننت ان الناس كلهم عبيد. وكان يشوف اهل عصره اللي هم في نظره بلهاء، معاهم اموال قد كده طائله، وطول عمره كان الامام الشافعي يعاني الشظف وقله المال، ما كانش عنده مال كتير طول عمره كده. حتى لما كان يجيله يتصدق بيه في حاله ويرجع تاني حاله الاولاني، هو اتعود كده، واخد بالك؟ فكان بيقول ايه، بيتعجب يعني ان الضعاف دول ربنا يديهم رزق كتير، وهو الطاقات الكبيره دي كلها اللي عامله يبقى رزقه قليل كده. يتعجب من قدرة الله، مش بيعترض. فبيقول ايه، اكل الذباب جيف الفلا، اكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. كان يقعد يتعجب كده في افعال الله في العباد، الدبانة الغلبانة دي فيها ايه دي، تقف على الشهد والعسل والحلاوة كلها. طب والعقاب اقوى طائر ياكل الجيف اللي انت ما تبقاش تبص لها مش تشمها. شوف، اكل العقاب جيف الفلا بقوة، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف، يوضع سره في اضعف خلقه. المصريين عملوها كده كلمة حلوة كده، يقول لك ايه يوضع سره، هو كده دي الحقيقة. ايوه. انا عرفت ناس كتير قالوا فيها، لكن عجبني قوي حتة جابها سيدنا محمد بن علوي الملكي في كتاب محمد الانسان الكاذب، بيقول ايه، نقلها عن احد الاولياء، بيقول ان حظ الشيطان من قلب النبي هو حظ رحمة الشيطان من النبي، لان الشيطان ربنا طرده من رحمته، كويس، والنبي رحمة للعالمين والشيطان من العالمين. فلما ربك خلق النبي رحمة للعالمين، فضل الشيطان عنده امل ان سيدنا رسول الله يستغفر له كده يمكن يعدي، فضل عنده امل. فلما ولد سيدنا رسول الله قاعد بقى فرحان، رحمة للعالمين وانا من العالمين اهو. فهمت ازاي؟ فربك سبحانه وتعالى اراد ان يؤيسه من رحمته، فنزع منه هذا من قلبه. فهمت ازاي؟ فيحظ الشيطان من رحمة النبي، كما خرج من رحمة رب العالمين خرج من رحمة النبي. فهمت ازاي؟ كلمة حلوة جميلة، مش حظ الغواية،
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اذا كان ربنا بيقول للشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ده العباد المؤمنين، فما بالك بسيد المؤمنين وسيد الاولين والاخرين؟ يبقى مش وسائل السلطان بقى الشيطان على قلب الناس، ده العباد العاديين المؤمنين العاديين كده، ولا انبياء ولا اولياء. الشيطان ليس له سلطان على قلوبهم. فتظن انك انت في العلقه المضغه السوداء اللي في قلب النبي دي تبقى حظ الشيطان من الغوايه؟ روحي، امال تبقى ايه؟ حلها في رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. شوف غابت على علماء على مر العصور لحد ما ربنا قذفها في قلب احد الاولياء فقالها. عشان كده اسرار النبي صلى الله عليه وسلم في القران لا تنتهي، زي ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هو النبي ليه ذنب؟ هو النبي ليه ذنب؟ ده الذنب بمعنى الكبيره، الذنب في القران كبيره، والسيئات صغائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ايه؟ اللي يغفر الكبائر واللي يكفر الصغائر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يبقى الذنب في القران بمعنى الكبير، والسيئه في القران بمعنى الصغير، مش كده برضو؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى في المؤمنين قال ايه؟ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم. فناسب الصغائر للمؤمنين وينسب الكبيرة للنبي في اول السورة. ده لو عكس يمشي، لان الصغيرة اقل شوية، صحيح هو لا يفعلها انت زي، بس يعني اقل. كان حقه يقول ليغفر لك ما تقدم من سيئتك، والتاني ايه؟ للمؤمنين. يقول الذنوب بقى في المؤمنين، هم اهل الكبائر، مش كده برضو؟ مش معصومين. لكن يقعد الناس على مر العصور مش فاهمين الاية دي، سبحان الله، يفضلوا مش فاهمين الايه دي سر كده. ما القران مليان اسرار اصلا، لحد ما يجي علماء كتير، منهم مثلا الرازي بالتفسير الكبير قالها في كلمه كده في اخر السطر، وقد يكون من باب اضافه المصدر الى مفعوله، وعداها بعد ما قال كل اقوال العلماء قالها في الاخر. هي دي اللي فيها الحل كله، الكلمه دي. ليغفر الله ما تقدم من ذنبك، اي ذنب قومك قبلك، لان قومه ارتكبوا الكبائر بمعصيه النبي، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، فغفر الله لهم بدعوته ففتح مكة ودخلوا في دين الله أبواجا. فهمت المسألة بقى؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي ذنب قومك قبلك، فالكاف هنا من باب إضافة المصدر، وهو الذنب إلى مفعوله الذي وقع عليه الذنب، لا فاعل الذنب. زي إيه في القرآن؟ فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، إلا فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، دي إضافة المصدر إلى فاعله، مش كده برضه؟ فمن تاب بعد ظلمه، أي بعد فعله الظلم، وأصلح، يبقى أضاف المصدر إلى فاعله، ومرة ثانية دي في المصدر لمفعوله، واخد بالك؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ولمن انتصر بعدما وقع عليه الظلم. فهمت ازاي؟ فاولئك ما عليهم من سبيل، يبقى في اضافه المصدر لمفعوله واضافه المصدر لفاعله، مش كده برضه؟ طيب، طب ليه بقى دي ما نخليهاش بالمعنى ده برضه، اضافه المصدر لمفعوله؟ ده انت نفسك لما تلاقي واحد مظلوم في الشغل بتاعك، رئيس العمل كل يوم يخصم له، يخصم، هو راجل مجتهد في عمله، تقوم ايه؟ تيجي الصبح تقول هو الراجل الريس ما جاش ليه؟ تقول له اصله عمل حتى في طريق مصر اسكندريه الصحراوي والوقت في المستشفى، تقوم توصله بذنبك. تقول له
بذنبك، يعني بالذنب اللي فعله فيك. فاضاف المصدر لمفعول اهو، مش احنا بنستعملها في لغتنا اهو، صح ولا لا؟ ولما ست جوزها يظلمها يظلمها يظلمها، وبعدين هو نازل من على السلم يتزحلق، اي تقول له بذنب؟ بذنب يعني ايه؟ يعني بما فعلته قبلي. اضافت المصدر لمفعولك. فهمت ازاي بقى المعنى؟ يبقى برضه هنا من باب اضافه المصدر الى مفعول. ليغفر لك الله ما إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتح مكة أو صلح الحديبية، على خلاف تمشي بكيه، لأن صلح الحديبية كان برضو قبل الفتح، يعني كان تمهيد للفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لأجل إيه؟ لأجل أن يقبل الله دعوتك لقومك، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فغفر الذنب الذي فعلوه قبلك لأجلك. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب قومك عليك قبل الهجرة، وما تأخر أي ذنبهم قبلك بعد هجرتك في حربك في أحد وبدر وغيرها والأحزاب. فهمت ازاي؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتمنا. فهمت المعنى؟ فالقرآن مليان أسرار، الجن اسرار. فازاي تنسى بالذنب للنبي؟ لازم تبقى عندك هدف انك انت تنزه النبي عن فعل الذنب. امال افسرها ازاي؟ ادور على التفسير اللي ينزه النبي عن ده. فهمت ازاي؟ زي وضعنا عنك وزرك، هو النبي ليه وزر؟ نفس الحكايه، اي وزر قومك قبلك، من باب اضافه المصدر لمفعوله، برضه نفس الحكايه. وهكذا كله بقى، طول ما انت ماشي بالقران كده نزه النبي، نزه الانبياء كلهم، نزه الانبياء كلهم عن فعل المعاصي، لان النبي معصوم من ايه؟ من فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها اجماعا، ومن فعل الصغائر بعد البعثة اجماعا وقبل البعثة بالخلاف. فهمت ازاي؟ والراجح عدم فعل الصغائر ايضا قبل البعثة وبعدها، ده امر في الاصول كده مكتوب، صح ولا لا؟ اتق الله، استمر على ما انت عليه من تقوى الله. اتق الله ولا تطع الكافرين، هو كان اطاع الكافرين؟ ما اطاعهم. ولكن اتق الله ولا تطع الكافرين، اي استمر على ما انت عليه من تقوى الله وعلى ما انت عليه من معاداة الكافرين. مش كده برضه؟ كأن الله يؤيده على فعله الذي فعله، ولكن جاء في صيغة الأمر حتى يصير تكليفا فيثاب عليه. يبقى هو أمر حتى يصير تكليفا فيرفع درجات، لأنه كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم بطبعه، لأنه متقي الله بطبعه. فأراد الله أن يحول هذا الطبع إلى تكليف فيصير تشريف. فهمت المسألة؟ بس. وقبلها قبل ما تنزل آدي ما كانش متقي الله. اي اتق الله كما انت كما كنت عليه. واخد بالك؟ ادي المعنى. كل ايات اللي نازله في الانبياء لازم تفهمها كده. ايوه. ها؟ الذنب كبيرة وخلاف الاولى من المباحات. وكلمة ذنب في القرآن كبيرة. اسرى بدر مين قال ان النبي اخطأ فيها؟ ده النبي اصاب. ده الناس كلها مش فاهمه الحكايه دي، ده بيقولوها على المنابر غلط بقالهم سنين. اسرى بدر كانت في صواب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تنين. يا ابني انت مش فاهم المساله ماشيه ازاي. طب هنقول دي ونخلص. يلا. حته اسرى بدر دي لان الناس مش واخده بالها منها. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف يا سيدي الايه بتقول ايه؟ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا. هو النبي اللي يريد هنا؟ الكلام هنا موجه للنبي؟ طيب. ما ينبغي لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في القتل، اي يقتل، يثخن في الارض يعني يقتل اعدائه اللي جاهم تحت ايده. في معنى الايه كده. اي ما كان ينبغي لنبي قبلك أن يكون
يتمكن من اعداء الله الا ويقتلهم جميعا. تريدون انتم عرض الدنيا لانكم نظرتم الى الفداء رغبة في الدنيا، والله يريد الاخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق في حكمه انكم تقبلوا الفداء، وان هذا النبي لا يدخل في الارض لانه رحمة للعالمين، لمستكم فيما افضتم عذاب اليم. فالكلام كله موجه لمن نظر للدنيا. فالكتاب السابق موافق لحكم النبي، ده النبي اجتهد واجتهاده اصاب موافقة الكتاب السابق، لان استمر الحكم بعد اسرى بدر انهم نقبل الفداء. ولا تغير؟ هل تغير؟ ما تغيرش. يبقى والنبي اختار الفداء قبل ان ينزل الوحي، دل على ان اجتهاد النبي موافقا للكتاب الاول ولا لا؟ يبقى مين اللي اصاب؟ النبي. امال ايه حكاية سيدنا عمر؟ لو نزل هلاك لما ما نجا الا عمر، اي لو نزل هلاك على من اراد الدنيا ما نجا الا عمر لانه لم ينظر اليه. والنبي لم يرد الدنيا اصلا، الكلام ده بيتكلم على الثانيين، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. يبقى كان في من الصحابه بينظر للدنيا بنص عين، وفي منهم باع الدنيا خالص من زمان على راسهم سيدنا عمر. سيدنا ابو بكر لما اشار بالفداء برضه لم ينظر للدنيا، ولكن نظر للمصلحه العامه، فوافقه النبي لانها وافقت رحمه النبي بالعالمين، على امل ان الناس اللي هيديهم دول يسلموا بدل ما يقتلهم على الكفر. وفعلا كثير ممن فدوا دخلوا في الاسلام وبقوا جنود المسلمين بعد ذلك، صح ولا لا؟ يبقى النبي ولا اصاب ولا ما اصابش؟ اصاب، لانه لولا كتاب من الله سبق ان هذا الحكم منسوخ في شريعتكم، وان الانبياء السابقين كانوا يسخنوا بالقتل، وانت رحمة للعالمين لا تسخن، فشريعتك هي شريعة سمحة، فتقبل الفداء وتعطي للناس الفرصة لعلهم يدخلون في دين الله افواج. يبقى النبي هو الذي اصابه، افهم، بيقولوه على المنابر غلط، حاجة غريبة. عارف الكلام اللي على المنابر ده كان يبقى صح امتى؟ لو نزل ان حكم الفداء نسخ، وان بعد كده اي اسرى نقتله، صح ولا لا؟ يبقى الكلام عمر، سيدنا عمر هو الموافق للكتاب الاول، ولكن سيدنا عمر لما نصح بقتلهم دل على انه لم ينظر للدنيا اصلا، فهمت ازاي؟ فسيدنا عمر نجح في اختبار الدنيا، وسيدنا ابو بكر نجح في اختبار المصلحه للدين، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجح في كونه رحمه للعالمين، فهمت ازاي؟ فكله ناجح، فكل واحد ليه موقف، لكن المساله في الاخر النبي لم يخطئ، افهم، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا حد يمدح لنا شويه، تعال 10 دقائق. بيقول تقسيم للتوحيد، تقسيم الربوبيه، اللي يقول لك توحيد الربوبيه والالوهيه. يعني الحقيقه المتصوفه ما نظروش للمساله دي. يعني اللي قسم المساله دي هو ابن تيميه. اللي قسمها توحيد الربوبيه والالوهيه والتقسيمه الايه؟ دي على اي حال لا تضر، يعني دي القسمه نفسها بحد ذاتها لا تضر، هي صحيحه ما يضرش. لكن طالما انت فهمت معاني التوحيد زي ما قالوها العلماء دول، يبقى خلاص هو ده المعنى اللي يريده نفسه ابن تيميه برضه. واخد بالك؟ ما حكم التوسل بالولي المنتقل اللي هو ميت يعني؟ اصل الولي وهو في حال حياه الدنيا ليس له تاثير اصلا، ده الفاعل هو الله. فلو ظن انه ينتفع بالولي وهو في حال حياته الدنيا ثم اذا مات لا ينتفع به، فقد نسب النفع من الولي. هو ده عين الشرك، هو ده عين الشرك. الولي كده تنتفع به في حال حياته، انما بوظيفته لا تنتفع به، هو بيضر وينفع، ده انت تبقى مشرك.
ده الضر والنفع هو الله، ولكن على يد من شاء من عباده. بس ما احنا قلنا لك ان الولي ده اناء تظهر فيه الرحمة، الولي ده اناء لتظهر فيه الرحمة. بس الولي كان هذا الاناء ظاهر لعينك بتشوفه في حال حياته، فبتشوف الرحمة نازلة فيه كده ظاهرة. انتقل في قبره، ما زال عبدا لله مفتقر ولا بقى مستغني عن ربه وفي قبره؟ ما زال في ايه؟ في 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 مفتقرا الى الله. هل استغنى عن مدد الله له؟ ما زال مفتقرا الى الله، بل اشد افتقارا الى الله في حال قبره وانه في الدنيا، لان في الدنيا هو برضه فقير لكنه محجوب بقدراته اللي ربنا اداها له. لكن اول ما الانسان يموت بتكتشف الحقيقه، فبيزداد فقره لاختياره. وكلما ازداد فقرك لاختياري كلما ازداد مدد الله لك. فالولي عندما يزداد فقره لاختياري بكشف الحجاب عنه في قبره كلما ازداد مدد الله له بعد وفاته، فيكون النفع لي بعد وفاته اعم واشد منه في حال حياته، لانه ما زال اناء يظهر الله فيه اثار رحمته، ولم يخرج من الاكوان بل انتقل الى حياه اخرى. بس اللي نسب النفع للولي في حال حياته دون وفاته فقد نسب الفعل لغير الله اشرف. دول مش عارفين التوحيد، دول مشركين بهذا الاعتقاد، لكن هم مش فاهمين فما بنقولش عليهم مشركين يلا. لكن اعتقادهم ده يؤدي الى اعتقاد ان هناك فاعل مع الله وان هناك مؤثر، لكن هم مش فاهمين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اي في الدنيا دون الاخرة، بل عطاء الله مستمر. لهم ما يشاءون عند ربهم، مش الاولياء كده؟ ربنا يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. الوالي في قبره بيسمع ولا ما بيسمعش؟ من يزوره؟ اما تروح تقول له يا سيادة الوالي يا جزاك الله خيرا انا بطني وجعان ولفيت على الدكاترة بيقولوا لي انا تعبان وعايز عمليه، ورحت كل الدكاتره اقول لهم انا خايف حد يقرب لي يعمل لي عمليه، ما تشوف لنا حل كده. ايه المشكله يعني اشرف؟ ما يتكلم عبد زيه زيك، زي ما بيروح للدكتور يقول له ما عندكش حل غير العمليه يا دكتور، مش كده برضه؟ ما بيروح هو ما بيقول للدكتور عندك حل غير العمليه يبقى اشرف؟ طب ما الدكتور عبد برضه، والولي ما هو عبد، هو بيقول ما تشوف لنا حل كده يا سياده الولي. ربنا يكرمك كده، ربنا كرمك كتير. لا بيكلمه وهو عارف ان الوالي بيسمعه، فهمت ازاي؟ يقوم الوالي يصعب عليه الجدع ده، يقوم يقول له يا رب ايش فيه يا رب؟ هو في قبره يقول يا رب ايش فيه؟ ربنا يجيب الوالي. بص لا الراجل راح بيته بطنه خفت، الله ماذا يا سيدنا الشيخ؟ الناس تقول كده بقى، واخد بالك؟ هي من الله، لكن ربنا اراد ان يجري نفعه على يد من شاء. بس هل المساله من الله؟ هم يقول لك اصل بعد انتقاله انقطع عمله الا من ثلاث، هو مش فاهم يعني ايه انقطع عمله؟ فهمت ازاي؟ انقطع عمله التكليف، انقطع عمله التكليف، فلا ياتيه من اعمال التكليف الا ثلاث حاجات بس، ولا الصالح يدعو لا، لانه ده كان رباه وهو مكلف، فيفضل ثمرته تيجي عليه، فصلاحه يعود لأبيه لأنه هو سبب صلاحه، وعلم ينتفع به لأنه فعله وهو إيه مكلف، وصدقة جارية لأن فعله وهو مكلف. فالكلام كله في العمل التكليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على عمل التكليف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما قالش انقطع الانتفاع به، هل قال انقطع الانتفاع به؟ بل بالعكس، ده الواقع يدل على أن الحاجة بعد وفاتها بيزداد الانتفاع بها عن حياتها، فالنفع بالولي بعد وفاته اشد من الانتفاع به حال حياته. طب هات بقره كده وهي حيه هتنتفع بيها لبلبنها؟ طب موت تاكل لبنها وتاكل لحمها وتاخد عظمها وتاخد جلدها ايه ده الحلاوه دي؟ يزداد النفع بها. يبقى البقره وهي حيه انتفاعك بها محدود، بعد ما ماتت الانتفاع يزداد. اذا كان كده في الحيوان، عايز الانسان المكرم يبقى غير كده؟ انت مش فاهم بقى حاجه خالص. الشجره وهي حيه كده تستظل تحتها وقد لا يكون لها ثمر،
فاقصى ما هنالك انك بتستظل تحتها. طب اقطع الشجرة موتها وبعدين حولها الكرسي نقعد عليه، وحولها لدولاب نحط فيه الكتب، وحولها لباب مستر دي مش عارف حول. ايه الحلاوة دي؟ ده الانتفاع بالشجرة بعد وفاتها اشد واكثر كثيرا بعد حياته. يبقى الانتفاع بالحيوان بعد وفاته اشد، والانتفاع بالنبات بعد وفاته اكثر واشد. وربنا بيقول كرمنا بني ادم، يبقى بني ادم بعد وفاته كل انتفاع به اقل. ده انت مش فاهم حاجة خالص، ده انت مش فاهم سنة الله في الاكوان. ده الانتفاع بعد النبي بعد وفاته اشد واعلى، والانتفاع بالولي بعد وفاته اشد واعلى، والانتفاع به اي من الله عن طريقه، لانه اناء تظهر فيه اثار القدرة، واناء تظهر فيه اثار الرحمة. بس فهو نزل اناء يظهر الله فيه اثار رحمته. هذه المسألة. فين الشرك بقى اللي يروح للولي بعد وفاته؟ ده اللي يروح للولي بعد في حال حياته وما يروحلوش بعد وفاته، يبقى يظن ان هو ينفع بذاته، يبقى هو ده اللي اونطني. نقول له لا تروح له حال حياته ولا وفاته بقى، اتليه اجل. فهمت ازاي؟ هذه المسألة والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك يا شيخ. ما تخلينا نروح بقى. عارف البترول ده اللي الناس كلها بتعمل فيه، عارف عارف هو ايه البترول ده اللي الناس كلها هارية نفسها عليه؟ ده اشجار ماتت من مليون سنة، اشجار ماتت والناس بتنتفع بيها لحد دلوقتي. ايه ده؟ يبقى حاجة بعد وفاتها يبدأ يزداد الانتفاع بيها ولا لا؟ ده الشجر بعد ما مات وبقى بترول تحول الى لبس والى حركة والى طاقة والى والى. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يبقى مش عايز الولي كلما بعد وفاته يزداد الانتفاع به كلما طال امد وفاته؟ مش عايز الانتفاع به؟ ده انت مش فاهم حاجة خالص، ده انت مش فاهم حاجة خالص في الدنيا. خدت بالك ازاي؟ وبتوع البترول نفسهم اللي ينكروا الانتفاع، وهم عايزين ينتفعوا بالاشجار مش عايزين ينتفعوا برسول الله. حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة. ربنا رحم يعني يعني حرمهم حتى من البترول. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. هو سيدنا موسى كان مات لما قابل سيدنا رسول الله في الإسراء والمعراج ولا لا؟ ولا ما كانش مات؟ سيدنا موسى مش كان ميت وقال لسيدنا رسول الله راجع ربك؟ يبقى انتفعنا بسيدنا موسى ولا ما انتفعناش؟ كان زمانك بتصلي 50 صلاة ولا هتروح شغلة زي الحضرية دي ولا هتروح النهارده؟ كان ليلتك بيضا، تيجي الازهر الفجر تروح بعد العشاء يا دوب مخلص الخمسين. ما هو كل نص ساعة اذان وسال، كل نص ساعة اذان وسال وحتفوش من الوضوء. لكن شوف سيدنا رسول الله سيدنا موسى انتفعت ليه ولا ما انتفعتش؟ ده لو 50 صلاة واليوم 24 ساعة، يعني معناها ايه؟ تقريبا كل 20 دقيقة صلاة فرض للنهار، كل 20 هتنام امتى؟ الله، ده جزاه الله خير سيدنا موسى، ربنا يكرمه والله بنحبه. انتفعنا بيه بعد وفاته ولا ما انتفعناش؟ يبقى انتفعنا بسيدنا موسى بعد وفاته، مش هننتظر سيدنا رسول الله بعد وفاته او انتظر. مش انت يعني اللي بيقول كده يعني، انا بتصور وانا قاعد قدامي يعني اللي هو بيقول كده. كنت بقولك سيدنا ابراهيم انتفعنا بيه بعد وفاته ولا ما انتفعناش؟ سيدنا ادم ما انتفعناش بيه بعد وفاته؟ هو لولا ذريته المستمرة كنت جيت انت يا وانطجي وقعدت قدامي؟ يبقى ما زالت الذرية مستمرة انتفاعا بذرية سيدنا ادم ولا لا؟ باللقحة الاولى اللي في بطن ستنا حواء ولا لا؟ يبقى الانتفاع بالناس اهو، ابوك مش خلفك ومات، الله، يبقى انتفعت دي بعد وفاتي ولا لا؟ الله، ايه المشكلة يعني؟ انا مش عارف، ما بينظروش لامور الدنيا للواقع الحي امامهم؟ عايشين فين دول العالم دي؟ حاجه غريبه الشرح. سيدنا ابراهيم مش قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس الجنه واقرئ امتك مني السلام؟ يبقى استفدنا من سيدنا ابراهيم ولا ما استفدناش؟ كان ميت ولا مش ميت؟ ده حاجه غريبه قوي. راحوا فين دول من النصوص دي كلها؟ ويقول لك علماء، علماء ايه بس؟ هم فلاحين بس يقصروا الثياب ويطولوا دقنهم بطريقه تخوف؟ هم هيخوفونا يعني بدقنهم الطويله؟ انا قصرتها علشان ما ابقاش زيهم.
والله مخصوص مخالفة له. كنت زمان سيبها كده وبعدين قلت لا مخالفة اهل البدعة واجب، فروحت مقصرة على طول لان مخالفة اهل البدعة واجب. ربنا ينجيك. ايوه يا ابني دي مكان، مكان الاكرام، رفعوه الى مكان الاكرام مش مكان القرب المكاني، مكان قرب المكانة. مش احنا قلنا في مكان ومكانة؟ لما كان مقام سيدنا محمد عالي خلى اسراؤه فوق السماوات العلى ومعراجه، ولما كان مقام سيدنا يونس ادنى خلى اسرائي ومعراجه في بطن الحوت. ايه المشكلة يعني؟ يفعل ما يشاء. سيدنا يونس ابن متى وفي بطن حوته كان قربه الى الله هو نفس قرب سيدنا محمد وهو عند سدرة المنتهى، لا فرق. دول عالم اونتاجيا مش فاهمين. لما ظنوا السوء في الاولياء ربنا نزع منهم النور البصير، بس ادي كل الحكايه. لان الاولياء دول يعني سم، تنتفع بيهم طول ما انت ايه محترمهم. طب ما تحترمهمش بقوا سم، يقتلوا اثر ونور العباده فيك. لان من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق. يلا يا اخونا تعالى قول الشعر اللي يعجبك. احلى حاجه، قول احلى حاجه اخونا، بس هيقول لنا شويه حاجه كده نجلي بيها النبي، نجلي بيها قلبنا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والابتهال الى الله. يلا ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم له من العمر عامين، وكان عند حليمة، فسأل ذات يوم عن إخوته من الرضاعة، قالت له يا حبيبي ذهبوا يرعون أغنامنا المقنية، فقال لها يا أماه دعيني أذهب معهم. فلما أصبح أخذ عصاه صلى الله عليه وآله وسلم وتمنطق بالحجاب. ونجس صلى الله عليه وآله وسلم في رعي الأغنام. وعند المساء خرجت حليمة لملاقاتهم، فوجدته صلى الله عليه وآله وسلم مقبلا والأغنام تنوض من حوله كالأرائف وهي تشخب لبنا لذيذ الطعام طيب المذاق، فضمته إلى صدرها وقالت له يا حبيبي ما الذي غيبك عني؟ فحكى لها إخوته من الرضاعة ما رأوه من أماراته الشهيرية، فقالوا لها يا أمان فما مررنا على شجرة إلا حيته أحسن التحية، ولا مررنا على بئر إلا فاض ماؤها، ولا مررنا على صخر إلا غاصت فيه الأقدام، ومررنا يا أماه على واد فيه وحوش كثيرة كافرية، فخرج علينا سبع عظيم فلما رآه خضع له وحول جنابه الرفيع حام، وانكسرت ساق شاة فأخذت تعدو إليه كأنما تشكو إليه ما أصابها من الوجع والبلية، فوضع يده صلى الله عليه وآله وسلم على كسرها فانجبرت، فأخذت تعدو كأن لم يكن بها شيء من الآلام،
زوج حليمة ما أخبرته به قال يا حليمة إن لهذا المولود شأن عظيم وسنكون له من جملة الخدام فيا سعادة من يصلي ويسلم ويبارك عليه بشرى لنا منا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا منا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة ماذا نقول فيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا منا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا منا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا منا المنى زال العنا وفالهنا ارحل طيبة لا تأم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه ارحل طيبة لا تأم سواها فعساك أن تحظى برؤية طه يا قلب إن وافيت قبر المصطفى فقر السلام وناده يا طه يا قلب إن وافيت قبر المصطفى فقر السلام وناده يا طه يا طيبة طابت وطاب أصولها ومدينة رب السماء سماها يا طيبة يا طيبة طابت وطاب أصولها ومدينة رب السماء سماها أنا في جوارك رسول الله قد أقمت وإنني جار وجارك في الورى يتباهى أنا في جوارك رسول الله قد أقمت وإنني جار وجارك في الورى يتباهى وعلى النبي صلاة ربي دائما ما حن مشتاق لرؤية طه أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك أنا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله أنا ضيفك الله أنا ضيفك أنا الله يا مشفع يا عظيم الجاه أنا ضيفك يا رسول الله
يوم أحرمكم حج البيت أحرمت لبت وسعيت قم أحرمكم حج البيت أحرمت لبت وسعيت وأنا داخل على البيت ناديت وأنا داخل على البيت غنيت وانا داخل عالبيت نادي ضيفك يا رسول الله انا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله انا ضيفك رسول الله انا ضيفك انا ضيف الله يا مشفع يا عظيم الجاه وانا ضيفك يا رسول الله ويا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي ويا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي لو تسمع جبريل بينادي لو تسمع جبريل بينادي وانا ضيفك يا رسول الله انا ضيفك وانا ضيفك يا رسول الله الى حضرة النبي المصطفى واله وعلى نية القبول والشفاء والنصر على الاعداء وتيسير الامور وقضاء الحوائج والبركة الفاتحة. اللهم علمنا اللهم فقهنا اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا وافتح بنا وافتح علينا وبارك لنا وبارك بنا وبارك علينا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. افتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحد من خلقك أو خير أنت موطيه أحد من عبادك فإنا نرغب إليك فيه ونسألك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفلا عن ذكرك الغافل.